كذلك حفظك الله. سؤال آخر: من رمى الجمار قبل الزوال فهل عليه شيء؟ مثل ما قلت لك أنا والجمهور أو الإجماع إلى من جاء والمتعلمين العصريين، الإجماع على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا عند الحنفية في يوم النفور، اليوم الثاني عشر يوم النفر عند الحنفية. وأما الجمهور فجميع الأيام لا يرمى إلا بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يرمون. نعم.